عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بدايه المفاوضات كانت واقفه من ملاك نادي بيراميدز في الامارات. الحقيقه هم الزمالك كان عايز يضم الصفقتين مع بعض، صفقه سيف جعفر وصفقه عبد الله السعيد، يربطها في صفقه واحده مع تقسيط المبلغ المتبقي من صفقتي عمر جابر ودونجا. ملاك نادي بيراميدز قالوا لا، عبد الله السعيد لاعب كبير وسيف جعفر لاعب كبير، احنا لسه جايبينه، فلازم تفصل الاثنين. اللي حسم الموضوع يا كريم ان سيف جعفر تنازل عن مبلغ يقدر ب 8 مليون جنيه من اجل الانتقال للزمالك، تنازل عن المبلغ ده والمبلغ كبير، وبالتالي الزمالك دفع 6 مليون جنيه ونجح ان هو يضم سيف جعفر بشكل اولي، يعني الاول قبل ما يحسب صفقه عبد الله السعيد خلصوا من سيف جعفر. طب سيف جعفر ليه رجع الزمالك؟ هنا في مفاجاه بقى، ان والده سيف جعفر كانت بتتواصل مع مجلس اداره حسين لبيب من قبل الانتخابات، لان مشكله سيف كانت دايما يا كريم في او مع المجلس السابق كان في شويه خلافات، كان في ما فيش اتفاقات على بعض البنود، وبالتالي بمجرد تولي حسين لبيب المهمه الاداريه قدر ان هو يتواصل مع والده سيف جعفر اللي ليها تاثير كبير على اللاعب، وبالتالي حسم عودته مره اخرى. وعلى فكره سيف جعفر مش اللاعب الوحيد او مش قطاع كره القدم يا كريم اللي انت هتشوف ان في لعيبه مشيت ورجعت تاني. انس اسامه واحد من ضمن اللعيبه اللي بيتواصل معاها حسين لبيب لحد دلوقتي، وبالتالي في امكانيه لعودته تاني. وبالتالي سياسه مجلس اداره نادي الزمالك يعني بمختلف القطاعات ان هم عايزين يرجعوا تاني اللعيبه. ده حصل مع عمر الفولي لاعب كره اليد اللي احترف في الدوري القطري ورجع برضه رجع نادي الزمالك في فريق كره اليد. عبد الله السعيد كان في برضه يعني بعض الاراء زي ما انت قلت ان في خلافات على سن عبد الله السعيد. داخل مجلس اداره نادي الزمالك ما كانش فيه ولا خلاف واحد على ضم عبد الله السعيد، ودي يمكن المفاجاه ان بعض الجماهير متخيله ان نقطه ضم عبد الله السعيد خلاف في المجلس. لا، كل المجلس كان داعم لعبد الله بسبب المكالمات والاجتماعات اللي اتعملت مع عبد الله. اللاعب عايز يشعر بدعم جماهيري، ودي النقطة الأساسية أو الرغبة الأساسية أو الدافع اللي وصل عبد الله السعيد لنادي الزمالك، فكرة إن هو عايز يظهر مع فريق لديه دعم جماهيري. جمهور الزمالك من وجهة نظرك شايف إن هو مرحب بفكرة عبد الله السعيد؟ على حسب رؤيتك يعني. يعني الحقيقة مش الأغلبية مرحبين، ولكن ياما شفنا صفقات قبل ما تيجي كان ضجة كبيرة جدا وتوقعات عالية جدا، ولكن اعتقد ان جمهور الزمالك الاغلبيه منه بتحب عبد الله السعيد نظرا لوقت سابق ان هو يعني كان زي ما حسام قال كان صفقه قرن قبل كده وما اكتملتش، فاعتقد ان هم لسه شايلين له الحته دي ان هو اشتراهم قبل كده وراح الزمالك. فاعتقد مع الدعم الجماهيري عبد الله ممكن يأدي سنه او سنتين. قيمه بالنسبه لقيمه الصفقه، خليني اقول لك ان الزمالك اتفق مع بيراميدز على تقسيط مبلغ ال 18 مليون في صفقتي دونجا وعمر جابر، ودفع 15 مليون برضه بالتقسيط لحسم الصفقه بشكل نهائي.